انا ناسي انك بتكسب ميداليات في اللعبة دي. في حد بيدخل يبص في الحاجات دي اصلا؟ فيش صح؟ بوليجون وش البوليجون؟ عيد ميلادي 17/11. ماشي وما فيه هنا. دول حلوة الشومة دي يا اسطى، هنعمل بيها ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد ومرحبا بكم في قناة ميدوكا. النهاردة ان شاء الله، لا مش النهاردة، الليلة دي ان شاء الله هندخل الجزء الخامس من لعبة ميدل. وكان في حاجة عايز اقولها، لاني تابعت احصائيات اليوتيوب ولاحظت حاجة كده مش عجباني. وقف عندك، وقف عندك اللي بتبوس. لو هنا مش اللي بيبوس، هنا بنتكلم عن اليوتيوب. الناس بتمشي ليه؟ لا انا عايز افهم بس، يعني ليه الناس بتروح فين؟ الناس دي بتروح فين؟ المونتاج مش فاول الفيديو بس يا جماعة، والله في مونتاج ومواقف كتير تضحك، يعني مواقف كتير جدا بتضحك في نص واخر الفيديو. الناس بتمشي ليه؟ صدقوني بجد، يعني بيفوتكوا كتير، فايتكوا كتير جدا. انا عشان السبب ده بالذات برفع، يجي باخد يجي 4 أو 5 شورتات، يعني مقاطع قصيرة، واروح ارفعها على منصات التواصل التانية والله، عشان الناس عمالة تمشي في اول الفيديو. طب لا يعني، بس بجد في مقاطع مضحكة ومونتاج كتير جدا في نص واخر فيديو، كل فيديو اعمله كله مونتاج. فانا يعني فعلا فايتكم كتير، ادوني فرصة وتابعوا الفيديو للاخر ومش هتندموا صدقوني. دي اول نقطة. تاني نقطة، ممكن متابعيني على المنصات التانية يشوفوا اليوتيوب بتاعي برضو، لو مش هيخسروا حاجة. يعني انا عارف، انا شايف وعارف كل واحد بيدخل من القناة بتاعي، بيدخل ويخرج منه، شايفك وعارفك، مش واحد يجي نظرة ويختفي تاني. عرفوني بجد، قولوا في التعليق تحت، لاني لسه لحد النهاردة ما شفتش ولا تعليق، مفيش ولا تعليق. وبشوف مشاهدات على الفيديو، ماشي موجود 10 20 حلوين لسه في المقدمة، كل واحد له بداية. فين التعليقات؟ يعني ده يعني خيره دليل ان الناس بتمشي في الاول. مفيش حد بيكتب لي تعليق تحت يعرفني، يكتب لي تعليق هادف نقد بناء يقول لي ايه المشكلة، ايه اللي مش عاجبه في الفيديو، هو صلحه. انا عايز اساعدكم، يعني زي ما انا كاتب في اللمحة، انا مجرد واحد عايز يفرح يومكم بس. فبجد صدقوني، بالنسبه للناس اللي تيجي تتفرج على محتوى على اليوتيوب، كملوا الفيديو للاخر، مش هتخسروا حاجه. ومتابعيني على المنصات التانية، تيك توك، انستا، فيس، اشتركوا في القناه. خلينا يعني اليوتيوب الاساس هنا، ماشي؟ ده اللي اقصد اقوله. اغلب مجهودي بيروح في اليوتيوب اكتر من المنصات التانية، فعشان كده عايزكم تدوني فرصه وتشوفوا فيديوهاتي على اليوتيوب. دلوقتي هنبدا الجزء الخامس من سلسله ميدل، واتمنى الفيديو يكون فيه اعجبكم. بمعنى اخر، اتمنى الفيديو يعجب. ابدا العرض، او يعني الحلقه الخامسه من سلسله ميد. هي بين لازم تجهيزات، ضروري تجهيزات. اوه حلوه الميداليات دي، انا ناسي انك بتكسب ميداليات في اللعبه دي. في حد بيدخل يبص في الحاجات دي اصلا؟ فيش صح؟ ليفل ده، ليفل ده. You with Pal, starboard, you with me. Head for cover and get to the shingles. I'll see you on the beach. عيد ميلادي 17/11. مع اني لا اهتم الصراحة بموضوع عيد الميلاد. احيانا بحمد ربنا على اني ما دخلتش الجيش. تخيل بقى تدخل يا عم وتتحط في الموقف ده، ربنا يعيننا جميعا، سواء كنا في الجيش او لا. على فكره لو حابين العب بدون شفرات ما عنديش مشكله عادي، يعني اكتبوا لي في التعليقات تحت. انا عايز حد بيتكلم في التعليقات، مفيش حد في تعليقات الفيديو. لا يا جدعان، عايز
حد يتواصل معايا كده يعلق على فيديوهاتي تحت ممكن، يعني ده لو مش هيضركوا في حاجة. خلينا نشوف هنروح فين عشان الناس مش فاكر اي حاجة في اللعبة دي. البوصلة اللي فوق دي مريحاني، هي اللي بتقول لي روح فين واعمل ايه. يا اسطى انا جيت يا اسطى. فين هنا؟ خلاص انا جاي اهو. انت فين؟ هنا؟ فين معاك؟ ماشي وما فين؟ هنا؟ اه دول؟ حلوة الشومة دي يا اسطى، هنعمل بقى ايه؟ هنعمل ايه؟ اه البتاع دي؟ ماشي يلا افرز. ايوه دي ارضية ولا زرع ولا ايه بالظبط؟ اجري اجري اجري. فين الماين فيلد؟ اي 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 انا عمال اتفرقع بقناة الالغام. اي اسف. ايوه تمام. بتقول انا اروح فين هنا؟ طب ما نعمل كده اهو. اما اروح لحسن اخسر المهم. بوليجون، وش البوليجون؟ يا عم ولا ده انت، ده انا بدخل بصدري واعمل كده اهو على طول. واحد اثنين ثلاثة. ايو ايه فين؟ تمام. انا نسيت والد. اي ذخيرة اي بتاع سلاح. تحس فقد الشغف. هشا هشا. انا مش معاك انا عدو والله. بيقول ايه؟ بيقول ده العادي. دخلنا مابا جديدة، دخلنا ليفل جديد، دخلنا ليفل جديد. يا عم افتكر انك دخلت ليفل جديد. هتنسى تاني ولا ايه؟ حاسب وراك يا اسطى. ماجاش البتين، بتين انا رحت البتين. هشا احذف يا اسطى، احذف يا اسطى يا اسطى. بقت معروفة خلاص بقى. مش انا طلعت البازوكا امتى؟ مش محتاج ارفع ايدي بقى صح؟ ايه ده وراح فين؟ مش كان هنا من شوية؟ ايه ده انت جيت هنا امتى؟ مش هو كان هناك؟ هعديها هعديها. الجنود دول مسحورين ولا ايه؟ ملحقش يجي. حد هنا، حد هنا. حد هنا ما سمعتش. اطلع
ايوه كده حدن جو سمعتها انا دمي شد حرامي حرامي يا عم خلاص انت هتقعد تحدف انا اللي بحدف هنا انا اللي بحدف هنا Why are we still here? Just to suffer. عايزين نضرب الناس دي ايوه تعال هنا راح فين تعال هنا تعال هنا مش هتجري ما انتش هارب يا خلاص ماتوا حد عايز باسبور ايش هين ايه ده في ايه الصوت ده ال اقصد يعني ده ملف المكتوب ده ملف صوت بيقول في ايرور مش عارف ده ماشي و انتوا جايين تجروا لجوه طب ما كانت بره ما تبعدوا وانتوا واقفين بره مش تبعدوا بالجري لهنا ده مش هيخلص ف خلينا نطلع على طول لو قعدت تضربهم من جوه كده وما طلعتش هيقعدوا يجوا لا نهائي ما بيخلصوش انا بحب المابا دي واللي هتتصور الفيديو الجاي ان شاء الله اظن لو الفيديو عدى 20 دقيقة هيبقى كتير صح؟ خلاها 20 بالظبط او اقل عشان الناس ما تزهقش او بسهل عليك او تعالوا بقى في التعليقات بقى شجعوني بقى حسسوني ان في حد بيتفرج على حاجتي بقى كده المهم اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك شير اشتراك وتفعلوا الجرس واشوفكم الفيديو الجاي باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.